ما تيجي تبص على النادي الاهلي مثلا وحصل كذا موقف مع شيف اكرامي وحسام غالي واقربهم حسام غالي يمكن طبعا كلنا عارفين مشكله حسام غالي مع كابتن حسام البدري اللي كانت في مباراه مباراه ايه؟ مصري, مصري لما اتغير ما بين الشوطين والناس كلها عرفت القصه وكان حصل مشده وكان حصل مشاكل ولكن حسيت الموضوع انتهى في اقل من 24. رغم ان كابتن حسام البدري طلع وقال انا مش انا مش عايز حسام البدري مش عايز حسام غالي يكون موجود معايا في النادي الاهلي وده كلام حصل ما قالش كده في الاعلام ما قالش كده في الاعلام ده في الكواليس انما اللي اقصده راح طلع على طول سيد عبد الحفيظ بعديها على طول لا يا جماعه الكلام ده ما فيش حاجه من الكلام ده احنا قافلين على نفسنا واحنا ما فيش حاجه احنا الموضوع بيتحل والموضوع اتحل وخلاص ونفذت ملعب وانت قفلوا على الموضوع وما ادوش فرصه للناس ان هي تعمل قصه وتفتح جدال ويحصل ازمه ويحصل فتنه في الفرقه اتقفل الموضوع